ننتقل إلى الأخ علي السائل. علي تفضل من جدة، تفضل أخي علي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ محمد أبغى الشيخ صالح. الشيخ صالح تفضل. عندي سؤال يا شيخ صالح. تفضل. نعم. سؤالي طال عمرك، عندي زكاة مال في تحل في رمضان، وعندي قريب ولد اختي عنده زواجي وهو عنده راتب، لكنه المهر كثير والتكلفة كثيرة عليه، فممكن أعطيه من الزكاة بارك الله فيكم؟ نعم لا بأس، يجوز تعجيل الزكاة عند الحاجة إلى ذلك. وإذا كان كما ذكرت أن هذا لا يستطيع الزواج إلا بالمساعدة، فساعده من الزكاة ولو عجلتها قبل تمام الحول. نعم.